من نجوم هذا اللقاء محمد ابو النجا بونجا حارس المرمى. ابو النجا مبروك الفوز النهارده، وكان ليك دور كبير في تاهل بتروجيت لدور الثمانيه. الحمد لله، طبعا التوفيق كله بتاع ربنا. بشكر زمايلي الرجاله، وحابب اشكر بس الجهاز الفني السابق كابتن ياسر رجب والجهاز المعاون لي، وحابب اشكر كابتن ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى اللي كان معايا، بشكره على الفتره اللي فاتت. وبرحب طبعا بكابتن ربيع ياسين، مدرب كبير، راجل قيمه وقامه كبيره في الكره المصريه، برحب بيه. الحمد لله طبعا مكسب مهم جدا نفسيا ومعنويا، ان شاء الله يدينا دفعه الفتره اللي جايه، ان شاء الله يدينا دفعه الفتره اللي جايه لينا انك نرجع اسم النادي بتروجيت تاني لمكانه الطبيعي. وان شاء الله الفتره اللي جايه تكاتف من الاداره وتكاتف من اللعيبه وتكاتف من الناس كلها، عشان ما ينفعش بتروجيت يفضل في الدرجه الثانيه. احنا اسم نادي كبير، كيان كبير، محتاجين بس التوفيق معانا الفتره اللي جايه، وان شاء الله قدم افضل باذن الله. الفوز النهارده هيكون حافز ليكم؟ اكيد طبعا، اكيد الفوز بيدي دافع وبيدي ثقه، وان شاء الله باذن الله باذن الله نرجع اسم النادي بتروجيت الافضل والاحسن باذن الله. لسه كره في ملعبنا، ان شاء الله محتاجين نتعب، محتاجين نجتهد الفتره اللي جايه، محتاجين تركيز، تكاتف من الناس كلها، وان شاء الله باذن الله نرجع لمكاننا الطبيعي. دوري ممتاز، الله يبارك فيك. كريم